هذا الانفتاح العربي فعلا يعني كما أشار الدكتور ماجد، هل بإمكانه أن ينافس هذا النفوذ الإيراني، وهل الانتخابات بإمكانها أن تكون واجهة لهذه المنافسة؟ على الأقل العراقيون يعبرون عن ذلك. بالتأكيد لا، هذا أمر معروف. الانفتاح العربي منذ 2003 وكل القوى الوطنية والعقول التي ترى الأمر باستشراف مستقبلي قالت بأن الجامعة العربية عندما قبلت بمن يمثل الاحتلال في مجلس الحكم لكي يشغل مقعد العراق في تلك الفترة فهو كان الخطأ الأول. كان الدور العربي في المراحل الأولى طبعا أن يدعموا الموقف الأمريكي الدولة المحتلة للعراق، وفي واقع الحال هم يدعموا عملية سياسية بمفاصلها السياسية الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تهيمن عليها إيران بالكامل. الدول العربية تحاول الآن أن تقترب، ولكن في الواقع هم يدركون بأن كل من يدخل في العملية السياسية ويشغل مناصب مؤثرة وبمفاصل مهمة يجب أن ينفذ القرار الإيراني.